بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. هقرا جزء من رساله معلمنا بطرس الرسول الرساله الاولى. بيقول في الاصحاح الرابع: انما نهايه كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديده، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، وليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. أنا سعيد أن أنا أكون وياكم في هذه الليلة في إبرشية ميلانو بإيطاليا برعاية ومحبة أسقفها نيافة الأنبا أنطونيو، ومعنا عدد من الأباء الأساقفة والمطرنة الأحباء، وعدد أيضا من الأباء الكهنة سواء من الإبرشية إبرشية ميلانو أو من بلاد مجاورة أخرى، بالإضافة إلى الأباء الموقرين أباء الرهبان في هذا الدير، دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في ميلانو، ويعتبر مركز للإبرشية. وفرصة طيبة خالص ان احنا نلتقي، وتكون محاضرة يوم الاربعاء تكون من هذا المكان المقدس. وزيارتنا لميلانو في هذه الايام، وهي زيارة قصيرة، هي كمان زيارة لمدينة فينيسيا. فينيسيا المدينة المشهورة بكاتدرائية سان مارك، هناك كاتدرائية مشهورة جدا وقديمة. وفي الكاتدرائية أو في فينيسيا كمدينة بدأ المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو، وكانت فينيسيا تبعه في الخدمة، بدأ إنشاء كنيسة كبيرة نعتبرها مقر أو مركز للكنيسة القبطية وسط الإبرشيات القبطية الموجودة في أوروبا، وهي حاليا تحت إشراف نيافة الأنبا جيوفاني أسقف دول وسط أوروبا. وبنعمة المسيح أن أحيانا الرب وعشنا ليوم السبت والحد، هنعمل تدشين وافتتاح لهذه الكنيسة في فينيسيا بحضور الأباء الأسافة من أوروبا اللي بيخدموا في كنائس وإبرشيات أوروبا، وأيضا بحضور الأباء أعضاء سكرتارية المجمع المقدس موجودين كلهم، وتبقى فرصة أن احنا نلتقي كلنا وندبر حال الخدمة في وندبر حال الخدمة في كنائسنا في أوروبا. أنا بعتذر، عندي شوية برد كده بس مش من عندكم، يعني البرد ده جايبه وياي من مصر. انتوا عندكم حر خالص، الصيف طلع ولا ايه؟ طلع مش كده؟ كويس. طبعا المكان هنا أنا جيته عدة مرات، ومكان مفرح، والشعب هنا شعب مفرح خالص، وشعب بيحب الكنيسة جدا، ودي علامة من العلامات الجميلة يعني. وأولادكم وبناتكم اللي بيشتركوا في الصلوات، واللي بيشتركوا في المرضات، ويردوا بالإيطالي وتعلموا وعايشين هنا، وبيثبتوا جمال الكنيسة القبطية في أبنائها وشبابها. أنا بشكركم كتير خالص إنكم أنتوا من الشعوب المحبة للكنيسة جدا ومرتبطين بها خالص، ودي علامة حلوة وتضمن ليكم تربية أولادكم تربية سليمة وتربية محفوظة في وسط العالم اللي احنا عايشين فيه.
كنت ابتديت من عدة أسابيع في القاهرة وفي اسكندرية نتكلم عن الصلوات القصيرة. في صلوات مجموعة من الصلوات بناخدها من القداس الغريغوري وبنصلي فيها في قداساتنا العادية. والصلوات القصيرة دي صلوات وضعها أباء الكنيسة المسترشدة بالروح القدس، وضعوها وقسموها قسمين. القسم الأول الصلوات العامة عن كيان الكنيسة كله، وبعد كده طلبة خاصة لكل قطاع من قطاعات الكنيسة. فمثلا في أولها نقول: نعم نسألك أيها المسيح إلى هنا، ثبت أساس الكنيسة. دي طلبة عامة. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا، طلبة عامة. لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى، دي كلها طلبات عامة. الرعاة اضبطهم، الرعاة اللي هو كل من يقوم بعمل الرعاية مش الأباء الكهنة، ده بصفة عامة. يعني الأب في البيت هو راعي، الأم في البيت هي راعية. الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم، لغاية كده دي طلبات عامة لكل الكنيسة. بعد كده نبتدي ناخد قطاع قطاع في شعب الكنيسة. اسمع كده وياي، يقول: أعطي بهاء للإكليروس. الإكليروس اللي هم الأباء الأسافة، الأباء الكهنة، الشمامسة. أعطي بهاء للإكليروس، خاصة بقى. نسكن للرهبان والراهبات، ده قطاع تاني من قطاعات الكنيسة. طهارة للذين في البتولية، دول قطاع الشباب والشابات قبل سن الزواج. القطاع الرابع نقول: حياة صالحة للذين في الزيجة، ده قطاع المتزوجين كل أسرة. ونكمل ونوصل لغاية ما نقول صلاحا للأغنياء. ليه؟ ما قلناها الرعاة بطه. رحمة للتائبين، ده قطاع التائبين، أي واحد تائب بقى، اللي فوق الكبير والصغير. وبعد كده نقول صلاحا للأغنياء، أي مجتمع فيه أغنياء، أغنياء بصفة عامة، مش شرط في الفلوس لكن أغنياء في حاجات كتيرة خالص، نقول عليهم صلاحا للأغنياء. وبعد كده نيجي عند طلبة نقول وداعة للفضلاء، وهي دي مجال تأملنا النهاردة، قطاع الفضلاء. من هم الفضلاء؟ الفضلاء اللي هي جمع كلمة لما أقول السيد الفاضل، الأب الفاضل. والفاضل هنا معناها الإنسان الذي ينمو في الفضيلة، ينمو في الفضيلة، زي بقول بالضبط السيد المحترم فلان الفلاني. ممكن أقول الأم الفاضلة. وكلمة فضلاء أو فاضل هنا جاية من كلمة الفضيلة، الفضيلة. والفضلاء تنطبق على أي إنسان في أي مسؤولية، بس الذي يعيش حياة الفضيلة. وكل إنسان مسيحي بيبتدي يومه بيكون صورة للمسيح في كل مكان يحل فيه. ليه؟ لأن المسيح في يوم من الأيام قال لنا كلنا أنتم ملح الأرض. يعني أنت لما تخرج من بيتك أعرف أن أنت ملح للأرض بمعناها الروحي، وقال لنا كمان أنتم نور العالم بمعناها الروحي، وقال لنا كمان الكتاب المقدس أنتم رائحة المسيح الزكية، ريحة المسيح. عارف لما تمسك حاجة كده وتقول دي من ريحة أبويا أو من ريحة جدي؟ كل إنسان فيكم هو رائحة المسيح الزكية. في الجزء الكتاب اللي أنا قريته القديس بطرس الرسول بيقول: نهاية كل شيء قد اقتربت، فصحوا وتعقلوا للصلوات.
يعني بينبه الناس، وبعدين بيقول لهم بقى خد بالك من حياة الفضيلة اللي انت عايش فيها. فمثلا انت لازم يكون عندك محبتكم لبعضكم، بعضكم لبعض تكون محبة شديدة. ومرة تانية يقول المحبة تستر كثرة من الخطايا. وأرجوكم يا أحباء اوعوا تعتبروا الكلمات دي كلمات بلاغة، بلاغة لغوية، لا، دي دعوة للحياة الفاضلة. يعني الكلام ده ليا وليك. يقول كمان كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة. بلا دمدمة يعني بلا مجادلة أو بلا تذمر. ومرة تانية ليكون كل واحد بحسب ما أخذ من موهبة، بحسب ما خد. إحنا مش زي بعض، الأخ ده غير الأخت دي غير الأب ده، كل واحد فينا ربنا عطيله نعمة أو موهبة معينة. ويتكلم يقول كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. عشان كده في رسالة يعقوب بيقول عبارة جميلة قوي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. كل واحد فينا ربنا عطيله نعمة معينة. طب ليه أنا النعمة اللي عندي غير اللي عند أخويا غير اللي عند أختي؟ ما هو لازم يبقى كده عشان نقدر نكمل بعض، نقدر نكمل بعض. فكل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار. طيب إزاي الواحد يكتسب هذه الفضيلة؟ في ناس ربنا بيسمح أنهم يتولدوا وعندهم شيء من هذه الفضيلة، مولودين بيها. يعني مثلا يوحنا المعمدان يقول لنا كده، من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. دي حالة خاصة. يجي الواحد تاني زي أرمية يقول قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خلقت من الرحم قدستك. ده اتولد بيها. لكن فيه، ودي غالبية الناس، بيجهدوا من أجل الفضيلة، من أجل الحياة الفاضلة. نسمع كتير، حتى في مثل عمي كده معرفش تفتكروه ولا لا، من مصر، يقول كده مالك متربي، مالك متربي، قال ده من عند ربي. يعني واحد اتولد ربنا عطينه النعمة دي، نشكر ربنا. وفي ناس بتحتاج جهاد عشان توصل للنعمة دي. يمكن أقرب مثال لأذهاننا كلنا موسى القوي أو موسى الأسود. كان إنسان وحش قوي لكن جاهد وخدها جد، بقى اسمه قديس الأنبا موسى القوي. طب ليه بنقول وداعة للفضلاء؟ أصل الفضيلة ما تعش ولا تبان إلا بوداعة الإنسان. يعني ممكن إنسان يكون عنده فضيلة ما، لكن لو ما كانش عنده الوداعة الفضيلة بتاعته دي ما تبانش. وتعالى نشرحها بتفصيل أكتر. كل يوم الصبح بنصلي في صلاة باكر، عبارة مأخوذة من رسالة أفسس للقديس بولس الرسول، بيقول كده أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. كل واحد فينا عنده دعوة، والدعوات دهيات مختلفة من واحد للتاني. أنت دعيت تكون أب في أسرة بتربي ولادك في مخافة ربنا، أنت دعيت تكوني أم في أسرة بتربي ولادكم في مخافة ربنا، أنت دعيت تكون أب كاهن أو دعيت تكون خادم في المكان الفلاني، أو دعيت أي دعوة حسب الدعوة اللي دعيت إليه. يقول كده أطلب إليكم أنا الأسيف الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع ووداعة وطول أناة. خد بالك من الكلمتين اللي جايين، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. يعني هنا في ثلاث حاجات أحطهم قدامك.
نمرة واحد أن تسلك بحسب الدعوة. يعني افرض أنا طلعت مدرس أو طلعت طبيب أو طلعت مهندس، أي عمل، العمل اللي طلعت فيه وتعلمته أسلك فيه بكل أمانة. أكون مدرس شاطر، أكون طبيب شاطر، أكون مهندس شاطر، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. زي عين يقولوا تعبير كده بيعجبني كتير، يقولك زي ما الكتاب بيقول، يعني فلان ده مهندس زي الكتاب ما بيقول. أول حاجة السلوك، وفي سلوك الإنسان السلوك بتاعه في حياته يقول لنا تعبير يطمن الإنسان: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. دي أول كلمة. الكلمة الثانية يقول لنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. عايزكم تاخدوا بالكم من حاجة، دي بنصليها قبل ما نخرج من البيت، قبل ما نخرج من البيت. يعني لسه احنا في البيت بنقول يا صباح يا فتاح يا عليم، مش كده؟ بنبتدي النهار بتاعنا، لسه ما خرجناش عشان نتعامل ويا البشر. لكن يقول لنا والكنيسة تعلمنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة، يعني اخرج من بيتك وانت تحمل نعمة الاحتمال. هتلاقي ده يقول كلمة وده يعمل تعبير وده يبص لك بصة وده ياخد يقول عليك حاجة. عيش المحبة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. المسيح احتمل كده، هو المحبة وصلت بالمسيح انه يقول لنا احبوا اعدائكم، وصل بيه للدرجة دي. مش مجرد اللطيفة انا بحبه خلاص، لا، بحب كل إنسان وقلبي مفتوح لكل إنسان. وبعد كده السلوك، أسلك زي ما الكتاب بيقول، نمرة اتنين محتملين في المحبة، نمرة تلاتة بقى مجتهدين. والحقيقة أنا مش عارف بولس الرسول إزاي صاغ هذه الكلمات، يقول كده مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. يعني احفظ سلامة أسرتك تبقى أسرة واحدة متينة، احفظ سلامة خدمتك تبقى خدمة واحدة متينة، احفظ سلامة المجتمع اللي انت عايش فيه يبقى مجتمع سالم وثابت وقوي، وهكذا. طب ايه حكاية الوداعة بقى؟ نقول كده وداعة للفضلاء. كل إنسان فينا يعيش في الوداع، في الفضيلة، يحتاج إلى الوداعة لكي ما تحفظه. يعني يقدم الفضيلة وهي محفوظة بالوداعة. وهديكم بعض أمثلة علشان تقرب لنا الصورة اللي بنتكلم فيها. يجي المسيح في يوم الأيام يقول لنا احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. الحاجة الكبيرة والأساسية اللي علمنا المسيح عن شخص المبارك يقول لنا نعمل زيه هي دي. أرجوك تاخد بالك، احملوا نيري عليكم. نيري الحاجة اللي بتتشال على الكتف أو على الرقبة. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. يا بخت الإنسان اللي بيستحمل، يا بخت الإنسان اللي بيقدر يعيش ويعرف إنه أي احتمال بيعمله هو الاحتمال ده هو كمثل سيده زي السيد المسيح. طب نعيش الكلام ده بأي صورة؟ لما قال لنا المسيح تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، قال لنا الوداعة لازمة مع كل فضيلة.
الوداعة. ومن الحاجات الجميلة بنسمي وديع وديعة، البنت اللي بنسميها وديعة، وديع أو وديعة معناها لطيف أو لطيفة، والكلمتين دول متخدين من اسم قديسة دميانة، دميانة يعني وديعة أو لطيفة. وداود النبي في أحد معانيه معنى الاسم وديع أو لطيف أو محبوب، المعنى بتاع الاسم. القديس موسى الأسود يقول لنا تواضع القلب يتقدم الفضائل كلها، والكبرياء هي أساس كل الشرور. وأمنا العذراء مريم وهي بتصلي التسبيحة بتاعتها قالت عبارة غريبة قوي، قالت أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتضعين وداعة للفضلاء. فالتواضع عايز الإنسان الوديع. ما ينفعش الإنسان يبقى متضع ومناخيره في السماء زي ما بيقولوا. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. أديك مثال، في يوم من الأيام جم مجموعة رسل لداود النبي وراحوا لشخص اسمه نبال وقالوا له يا عم نبال انت عندك موسم وعندك احتفالية واحنا 600 راجل، كنا عايزينك تدينا شوية من العطايا اللي عندك اكل وشرب. فراح مزعق فيهم وغضب فيهم وطردهم وقال لهم مين داود النبي ده، انا معرفش مين داود ده، وطردهم كلهم وتصرف بحماقة. وكلمة نبال معناها احمق، اسمه كده. نبال ده لما رجع الرسل بتوع داود وقالوا له اللي حصل، قرر داود النبي ياخد الرجالة ويرجعوا يموتوا نبال ده. مين عرف؟ زوجته أبي جايل. أبي جايل الحكيمة، ما أنا قلت لك التواضع عايز وداعة. راحت مجمعة شوية أكل من الخير اللي موجود عندهم وخرجت مع شوية غلمان وقابلت داود ورجالته في وسط الطريق، جاي بقى عزاني عشان ينتقم، وابتدت تتكلم كلام لطيف كلام وديع. بهذا الكلام المتضع وبالعطية أو بالهدية اللي قدمتها وبالنصيحة اللي نصحت بها داود النبي في النهاية قال لها مبارك هو عقلك. وداعة الإنسان تصرف الغضب. نقول كده الوداعة الكلام اللين يصرف الغضب، الكلام القاسي يهيج السخط. يعني وانت بتتحاور ويا آخر أحيانا الواحد هو بيتكلم تطلع منه لفظة تجرح الآخر أو تتعب الآخر أو ما يقبلهاش. عشان كده جوه البيت جوه الأسرة الواحدة بيحتاج الإنسان دايما يقولوا كده أول ما يتجوزوا كأنهم بيكونوا قاموس لحياتهم. في كلمات هي ما بتحبش تسمح، عبارات، وانت برضو في عبارة ما بتحبش تسمح. فالشطارة أن كل واحد يتجنب هذه الكلمات. كانت النتيجة أن نبال اللي سمع بقدوم داود ورجالته خاف، ويقول لنا الكتاب جمد قلبه في صدره. يعني بعيد عنكم جات له أزمة صدرية، قلبه وقف جمد ومات بعد 10 أيام من الحكاية دي. التواضع يحتاج الوداعة، التواضع ده فضيلة يحتاج الوداعة وانت بتمارسها. موقف تاني، الوداعة تحمي المحبة، محبة الإنسان. العالم النهاردة جوعان للمحبة، العالم النهاردة عايش وغرقان في الماديات، في الماديات وفي الاختراعات الحديثة وفي التكنولوجيا وفي السوشيال ميديا
وفي المواقع مش عارف ايه، وفي الافكار الغريبة اللي بتطلع عند الناس، وقعدوا يكلموا ويطلعوا موضات كده، يقول لك ربنا خلق واحد وواحدة يتجوزوا ويا بعض. لا، احنا عايزين نغير النظرية وعايزين نعمل نظرية تانية. اذا كان ربنا اللي عمل كده، ربنا اللي خلق الانسان كده، زي مرة مجموعة من العلماء فكروا، يقول لك هو ليه الجنين يقعد 9 شهور؟ احنا عايزين يقعد 9 ايام. وعملوا تجار وعملوا حكايات، ما طلعش جنين طبعا. ففي افكار بتطلع من مخ بعض الناس، افكار شاردة ويتكلم فيها الشيطان الشرير. والانجيل بيقول لنا على لسان السيد المسيح، العالم قد وضع في الشرير. ازاي ناخد وصية الانجيل ونقدمها للاخرين بهذه الوداعة؟ الوداعة مع المحبة. القديس ايضا موسى الاسود او موسى القوي يقول كده، قساوة القلب تولد الغيظ، والوداعة تولد الرحمة. علم نفسك وعلمي نفسك ان الكلمة اللي فيها الوداعة هي اللي نقولها، الكلمة الحوار اللي فيه وداعة. ده يقول لك فرق كبير وانت بتربي ابنك تقول له انا مخصمك عشان عملت كذا، او تقول له انا واخد على خاطري منك في كذا. يعني كلمة مخصمك وكلمة انا واخد على خاطري، هما كلمتين ربما يؤدوا لنفس المعنى، لكن وقعهم على الإنسان مخصمك يعني قطعنا كل علاقة مع بعض، لكن واخد على خاطري أنا لسه في قبول وإجاب من الطرفين. في يوم جابوا المرأة التي سقطت في الخطية وجابوها كامرأة شرقية، وقفوها في الوسط حواليها كلهم رجالة، ربما تكون هدومها مقطعة، وحواليهم الرجالة، حواليها الرجالة، كل واحد ماسك له حجر عشان يرجم صاحبتنا دي. والمسيح جالس في منتهى الهدوء والوداعة، وابتدى كل واحد يحضر الحجر اللي هيرجم بها الست، وكأنه يأخذ حقا. بس المسيح جه علشان دول وعشان المرأة. فكما يعلمنا الكتاب انه جلس وكتب بعض كلمات كده، وظهرت خطاياهم وهي مكتوبة على الارض، ولكن غير محددة المعالم، الخطية دي بتاعت مين مش باين. وقال لهم من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. ابتدوا يختشوا، ابتدوا يرجعوا لنفسهم شوية شوية بشوية، واحد يحط الحجر والتاني والتالت والرابع، وفي الآخر يحط الحجر وينصرف، ويعرف أن عنده خطايا أكثر من خطية هذه الإنسانة المسكينة. وتكون النتيجة المسيح ينظر إلى هذه المرأة في محبة شديدة ولكن بوداعة. كان ممكن المسيح يقف وسطهم ويقول لهم إيه، أنت مش عارف أنت عملت إيه وانت سويت ايه وخطيتك فين؟ ما عملش كده، لم يفضحهم، فتصرف في محبة مع هؤلاء ومع هذه الانسان، ويقول لها في الاخر اما دانك احد اذهبي ولا تخطئي. وداعة المحبة، فضيلة المحبة نقدمها بهذه الوداعة. الوداعة أيضا حتى مع الشجاعة، الشجاعة يعني لازم الإنسان يكون شجاع، يكون شجاع. في يوم دخل المسيح ورأى الباعة في الهيكل وبيبيعوا ويشتروا الصيارفة، وبشكل لا يتناسب مع قدسية الهيكل. ابتدى يطردهم وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. حتى العبارة دي فيها تعليم، فيها شرح دي. وكانت النتيجة أنه انصرفوا طبعا وطهر الهيكل، لكن بمنتهى الوداعة لم يؤذي أحدا.
لم يؤذي أحدا، وقال لهم على المبدأ وعلى النصيحة: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. الشجاعة. دانيال النبي وهو في الأسر بعيد عن وطنه، دانيال النبي وهو هناك قالوا ده ما بيسمعش كلام الملك ولا يسجد للتمثال الذهب. طيب خدوه. دانيال كان إنسان حلو وديع، وخدوه عشان يبقى خادم عند الملك، وشافوه مناسب جدا ويترمى لجب الأسود، ويكون كون جب الأسود. الملك كان بحبه. تكون النتيجة ان الملك تاني يوم يكلف خطره ويروح يشوفه في جب الأسود. طبعا هتكون الأسود كلاته، لكن النتيجة الجميلة ان دانيال فضل حي والأسود هي اللي خافت منه. والحاجة الغريبة انه يرد رد بمنتهى الوداعة: إلهي. الأول يقول عش أيها الملك، يعني بيمدح الملك، الملك اللي أمر بأنه يترمى. عش أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود ونجى دانيال. الوداعة مع الشجاعة. لو الوداعة سابت الشجاعة تبقى الحكاية تهور، يبقى إنسان متهور. بنلاقي كمان الوداعة في العبادة، في عبادتنا وفي صلواتنا. يقول لنا في مزمور 10 عبارة غريبة قوي، يقول: تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم وتميل أذنك إليهم. تأوه الودعاء، يعني الإنسان الوديع اللي بيقدم صلاته وفيها شكل من أشكال التأوه أو البكاء أو الألم التألم، يقول كده: تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم وتميل أذنك إليهم. دي في مزمور 10. ولأننا في ميلانو موطن وشهرتها وارتباطها بالقديس أمبروسيوس له عبارة جميلة قوي، يقول إن الوداعة هي القاعدة الأولى الجديرة بالاتباع في التسبيح والترتيل، وفي صلواتنا نفسها تكون بالوداعة مقبولة ومرضية جدا، وتكسبنا نعمة عظيمة لدى الله. يعني حتى والإنسان بيقدم عبادته بيقدمها بشكل من أشكال الوداعة عشان تبقى مقبولة قدام الله. عايز أختم وأقول لك إن الوداعة لها هذه الصفات الثلاثة الرئيسية اللي بنحطهم قدامنا وإحنا بنتأمل في حياته، في حياة كل الذين يعيشون بالفضيلة ويقدمونها بالوداعة. أول صفة مهمة جدا بتقدم اللي هي صفة اللطف. الإنسان إزاي يكون لطيف؟ وفي وصية في الإنجيل بتقول لنا كده: كونوا لطفاء، كونوا لطفاء. الإنسان اللطيف، لطيف في اللفظ. مرة أم من الأمهات كان عندها 3 صبيان، ويبدو أنهم شوي شوي زي عادة الصبيان يعني. فبقول لها: أولادك مين؟ قالت لي: أولادي فلان وفلان وفلان. قلت لها: عندك 3 صبيان؟ قالت لي: دول ده أولاد حلوين. أنا بقول لها: دول أولاد حلوين، أعرفهم في الكنيسة، أولاد صغيرين كده. قالت لي: دول ورحت قايل عليهم لفظ صعب كويس عشان شقوتهم يعني. هو صح ماما تقول على ولادها كده؟ فقال لها: انت قصدك دول 3 ملايكة؟ فالست بصت لي كده وهي يعني مش مصدقة ان عيالها ملايكة. فقلت لها: هما مش ملايكة فعلا. فالست فاكراني همشي على هواه. قلت لها: لا، ده دول رؤساء ملايكة. فبقت متحيرة، هي كانت عايزة تقول حاجة تانية وحشة وانا بحول فكرة. ازاي الانسان يبقى لطيف؟
كلمة لطيفة، كلمة حلوة. كويس. مرة قابلت مسؤول كبير، وبعدين وانا بتكلم وياه فبقول له انت شاطر بس، والكلمة دي انا متعلمها من رئيس الدير بتاعنا انبس ربامون المتنيح في مصر، وكان دايما يقول لنا كده. وانا نازل للخدمة وانا راهب لقيت بقول له سيدنا انا خايف من كذا وكذا، قال لي ابونا ما تخافش انت شاطر. مجرد قال الكلمة الاربع حروف دي طمنتني. واخدين بالكم؟ فبقول للمسؤول الفلاني ده انت شاطر، مجرد الكلمة دي. لا تتخيلوا الكلمة دي عملت فيه ايه. لدرجة بعد 6 شهور مرة قابلني صدفة كده، كنا في احتفالية وبتاع، قال لي انا لسه شاطر. قلت له طبعا لسه شاطر واشطر كمان. كلمة، هل بتقول كلمة حلوة لزوجتك، كلمة لطيفة لزوجك، كلمة حلوة لولادكم لبناتكم الكبار الصغيرين؟ اللطف، اللطف حاجة مهمة جدا من أجل أنك تعيش هذه الوداعة في الفضيلة. نمرة 2، أنك تكون دايما شخص متسامح. احنا بنصليها كل يوم، واغفر لنا ذنوبنا ها كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، بنصليها كل يوم. شخص متسامح، في شخص يعقد الامور ويكلكع المواقف، وفي شخص متسامح يعدي الحكاية دهيت، واليوم بتاعي يعدي جميل، والأسبوع بتاعي يعدي حلو، والعلاقة مع الآخر تكون علاقة طيبة. متسامح. والصفة الثالثة اللي بتشمل هذه الوداعة اتضاع الإنسان، الإنسان المتضع. والاتضاع كما يعلمنا الآباء هي أرض حاملة لكل الفضائل، أرض حاملة لكل الفضائل. إذن قطاع القديسين اللي احنا، أو قطاع من قطاعات الشعب اللي الكنيسة بتعلمنا إن احنا نصلي من أجلهم، كل من هو في موقع وموضع تقديم الفضيلة، الفضلاء اشملهم يا رب بالوداعة، تكون هذه الفضيلة تبان كده بوداعة قدام الإنسان، تقعد قدام الإنسان تحس إن في حاجة مش معروفة في الآخرين، عنده هذه الصورة من الوداعة. انتوا في هذه الإبرشية المباركة بآبائكم، آباء اللي بيخدموا وياكم، بالآباء الرهبان في الدير، بأبونا الأسقف، بالشعب كله، بتعيشوا الوداعة دهيت بصورة طيبة وصورة جميلة. ودايما كل ما يجي تذكار ميلانو أو ذكر ميلانو نتذكر شعبها المحب ومحبتهم الكبيرة لبعضهم ومحبتهم في الكنيسة. وأنا فاكر بقول الكلام ده مش مجرد عشان زياراتي الصغيرة هنا، لكن عشان كمان الشباب، شبابكم اللي بيجي يحضر ويانا المؤتمرات في مصر، ملتقيات الشباب بيبقوا نماذج رائعة الحقيقة في خدمتهم، في محبتهم، في الصورة اللي بيقدموا بيها كنيستهم في وسط مجتمع يضم شباب من كل العالم. المسيح يحفظكم ويبارك حياتكم دايما، وأنا سعيد بزيارتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الآن.